أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا. بطلنا هذه المرة من عالم آخر، أصبح عملة نادرة، صوته شجي، قلمه سيد البلاغة، قلبه متعلق بوجدانية الروح والعقيدة. مر بمراحل عصيبة بين العلم والسجن وبين الهجرة والعودة وبين فراق الأحبة. تأثر بالمتنبي والجواهري، وصنع لنفسه لونا لا يشبهه أحد فيه. أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير أينما حللتم. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع الفيصل. ضيفي اليوم هو نهر من أنهار العراق الأدبية، شهد له الجواهري بنفسه. أرحب وإياكم بالأديب الكبير الشاعر مهدي جناح الكاظمي. شرفنا يا أبو علي. أنا متشرف بكم وبقناتكم وبجهودكم الطيبة العالية. الله يحفظك، تعبناك ويانا اليوم بهاي الاستضافة. إن شاء الله رحمة، يعني إن شاء الله هاي يعني يها كسب معنوي كبير عند الله وعند الإنسانية يعني. إن شاء الله. أبو علي، مهدي جناح الكاظمي شنو يتذكر إذا نقول له أم النومي؟ أخذتك بعيد؟ أتذكر بكائي، الله، وحزني وحنيني وفرحي وأساي وكل شيء فيه أتذكره. يعني كل هاي المشاعر، أم النوم تعني كل شيء عندي لأنها جزء من الكاظمية، والكاظمية أنا عندي بالنسبة لي مركز قضيتي كلها يعني الكاظمية، لأنه مو لأنه أنا ولدت هناك يعني لا وفقط، يعني هذا طبعا بي حق كبير، يعني الولادة تولد علاقة كبيرة بين الإنسان وبين الأرض التي يولد فيها. صحيح، هاي مسألة معروفة يعني وقديمة، يعني حتى الشعراء الجاهلين كانوا متعلقين بالطلول وبيوتهم القديمة ومكاناتهم. كل إنسان يعني علاقته دائما تكون يعني في بداية مولده، وين يعني يبقى هذا الأثر عنده كبير جدا، يعني لأنه بداية نشأته هذا يعني، وهذا في الشيء معروف يعني. فالإنسان إذا أحب يعني مكان ولادته ومنطقته اللي عاش بها أو كذا، فهذا حق من حقوقه يعني. هذا مو بس أبو علي، بس ذكرتك إياها مشاعرك حسيت بها هيجان صار إيه، لأنه هي محلة هذه محلة من الكاظمية، محلة عظيمة يا أخي، بيها أحرار يعني، بيها ناس قدموا للحياة يعني حتى حياتهم، يعني قدموا للقيم والمبادئ حياتهم، وبيها ناس طيبين جدا وأهل الفطرة. مو يعني أفضل الكاظمية، لا، لكنه هي جزء من الكاظمية، هي كباقي المحلات الأخرى، لكنه أنا اللي لاحظت منها واللي أثرت بي يعني أعطت هواية للحياة، يعني واحد من أبطال العالم في السباحة منها ما شاء الله، من هاي المنطقة بدري عبد الوهاب، وأخوه سعدي أيضا من الأبطال العالميين، أخوه الآخر يعني، هم توفوا رحمة الله عليهم اثنينهم يعني، لكنه يعني تركوا بصمة كبيرة يعني. طيب أبو علي، من ناحية الرياضة يعني، إيه شبيه الرياضة، يعني من ناحية العلماء عندنا طيبين في المنطقة كانت يعني أدباء. بما أنك ذكرت الرياضة أبو علي، بلي. بما أنك ذكرت الرياضة، أنا سمعت يقولون أنك لاعب كرة قدم من الطراز الأول. والله أنا لعبت طبعا يعني نشأت هالشكل يا أخي، هن مجموعة مواهب كثيرة يعني. فريق أمل المستقبل تتذكره؟ أحسنت، لعبت بهذا فريق أمل المستقبل. هذا الفريق يعني في بداية حياتي، يعني دا أحاجيك يعني بالأربعة وستين، هاي حقبة الستينات، هاي 63 هيك يعني، بعدنا يعني 13 سنة، 12 سنة، 14 سنة يعني، في بداية أيضا كتاباتي للشعر، هن هواية اجتمعن عندي يعني كهوايات. طبعا إذا تسمح لي يعني، هذا مو دا أكبر شخصيتي، لا بالعكس، هذه ذكريات، هن لا إراديا اجتمعن يعني، هذا مو تكليفي يعني. مثلا أنا مقرأ قرآن من الطراز الأول، مقرأ
هذا بس هذا رح أحكيك يعني يعني هذا أرادوني بالإذاعة والتلفزيون في وقتها أنا ما رحت كقراءة قرآن. إيه ليش رفضت؟ ماكو مسائل يعني تختلف ويا عقائد معتقداتي أنا لازم أديها لهم يعني. تمام. بالإذاعة والتلفزيون فرفضت هذا المسألة. وإلا مقرأ قرآن من يعني حتى التقيت بأبو العينين الشعيشع في القاهرة رحت بال76 والرجل كان رائع جدا يعني وهذا من آن المعجبين بي يعني هذا واحد منهم يعني. فهاي قراءة القرآن هاي مثلا جانب كرة القدم من جانب آخر كرة القدم يعني هواية أخذت مني مجال يعني في هاي الفترة حقبة الستينات يعني عشقتها بشكل يعني وكنت أنا يعني بالنسبة لي هو كل إنسان يحب ذاته حبيبي أستاذنا كل إنسان يحب ذاته الله خلق للإنسان يحب نفسه صحيح ليش حتى يرتفع بيها يعني بس الإنسان يتجاوز أحيانا يعني فيضيف لها النفس فد أمور مثلا هو ما بيها يعني أحسنت لا شلون فإحنا نخشى من هاي أنا كنت لاعب يعني من الطراز الأول فعلا يعني جميل طيب محطة ثانية ناشئة النهضة تذكرها الفترة؟ ناشئة النهضة أتذكرها هذه عندنا كانت ساحة معروفة كبيرة في الكاظمية يعني يلعب بها اللاعب الدولي حسن بلا يسموه عندنا كان وغيره يعني الوعيب رائعين والنهضة فريق النهضة كان فريق يعني له ثقله وسمعته في المنطقة يعني وفي بغداد يعني وفي العراق جميل فريق يعني هو شعبي مو يعني ينتمي إلى نوادي أو كذا لكن حقق نتائج كبيرة عند ناشئة يعني الناشئين اللي احنا انتميت لهذا الفريق ناشئة النهضة رئيس الفريق كان أموري أو عبد الأمير الخطاط أبو قيس هذا يسموه هذا عندنا بالكاظمية يعني فالإنسان طيب كذا تحن لهاي الفترة أبو علي هاي الفترة كان ضرغام الحيدري هذا اللاعب الدولي العراقي كان يلعب ويانا بهذا الفريق يعني طلعت شلون فكانوا أحباب يعني وطيبين وأعزاء وناس يعني عندهم فطرة طلعت شلون وبالإضافة إلى عندهم قابلية فنية في لعب الكرة مو يعني مو اعتيادية مو جديرة مو مثل يعني بها جدارة كبيرة جدا هذه الفطرة أبو علي اللي تحشي عنها موجودة اليوم؟ لا أنا شفتها هذا مش بدا لحظة يعني بالفرق الشعبية الآن يعني أو بالفرق مالنا على مستوى يعني الأعلى كذا مثل مستوى البلد أو كذا النوادي أنا مدى أشاهده جزء أكو يعني أنا ما أشاهده بس أنا شاهدت دولاك يعني عندهم لعب يعني يا أخي جميل رائع. طيب أبو علي يقولون مهدي جناح عاشق للصيد صحيح هالكلام؟ صيد يعني صيد السمك هذا لأنه أنا صيد الأسماك ما أحب صيد الطيور لا لا صيد السمك أنا أتكلم كنت أروح إلي صح للشط وكنت أصيد يعني سمك يعني ومرة أنا أتذكر جيت قعدت يا واحد صياد يعني إلى وزنه بالمنطقة وهذا ذاب لك فد يعني هاي شو يسموها الخيط الطويل هذا وبيس النار وكذا مالي. وقاعد ساعتين أنا اللطيفة يعني ما لفتت انتباهي أنا عندي خيط قصير جيت قعدت يمه قريب منه أي. رأسا صد السمكة جيدة يعني فانتبه اللي أخذ السمكة وروح لا أعاقبك ضاعت يعني أخذتها ورحت يعني أتذكر هذا يعني جميل طيب مدرسة الشعب شنو اللي تستذكره من المدرسة؟ مدرسة الشعب مدرستي يعني اللي أنا داومت فيها المتوسطة يعني متوسطة رائعة وكان مديرها رحمة الله علي عبد الصاحب فرمان وكان يعني مدرس العربية بها الشاعر الكبير راضي مهدي السعيد هذا راضي مهدي السعيد ديوان الأول المقدمة مالته كاتبة السياب بدر شاكر السياب يعني فكان شاعر كبير هو لكن هو مدرس يعني طيب أبو علي أنت بهاي الفترة كنت طالب مثابر كسول مشاكس شنو كانت وضعيتك؟ مو مشاكس ما أتشاكس بس شنو كنت يعني هاي شغلات الكرة مثلاً أي. ما هالقد أميل للدراسة يعني نشيط أكثر من أنك أنت تكون في التعليم يعني خلينا نقول مقبل إيه مقبل على وأيضاً يعني كنت أنا بذاك الوقت يعني هو هذا مدرس العربية كان يجينا تصور أنت مو شاعر يفتهم يعني اللي معني
لمح انه عندي في القابلية. هسه شلون هو اعرف يعني؟ استاذ راضي سعيد تذكر، راضي مهدي السعيد رحمة الله عليه، رحمة يعني توفى هو الرجل. يعني مرة كان يحكي في مجلس النبي صواله، قال لهم اني افتخر بالستينات، افخر انه درست مهدي جناح في يقولون انه هو اللي وضع مهدي جناح على سلم الشعر. لا مو هو، لا مو لعد منه. تدري شلون الشغلة حبيبي؟ الشاعر موهبة طبعا اولا، هاي بعدين يجي مو موهبة فقط، يعني لازم يتحرك، يعني يستفيد من هنا من هنا، يتثقف يقرأ يتأثر بأحد، لاحظ شلون. فهو ما فهم، يعني مجرد قال لي انت شاعر، قال لي هو يعني مثل ما تقول دلاك على البوصلة، قال لي انت شاعر وشاعر لك ثقلك هم، يعني هذا الحكي كان عمري اقل ال 20 سنه. طيب كان الا تحفيز هذا الكلام؟ والله لا، لا هذا ما هذا ما, ما المفروض يقف معي، المفروض تعال اعلمك بحور الشعر، تعال اعلمك مثلا قضايا البلاغه، يعني هالكلام بس وعافني. قلت له زين استاذ، اذا انا شاعر يعني برايك لازم شو اسوي؟ انا طلبت منه. قال لي كل شيء لسوي. قلت له شلون يعني؟ شلون انمي هالموهبة؟ قال لي انت فقط اقرأ شعر. قلت له يعني شنو؟ قال لي حتى لا تحفظ، اذا يعني لا تضايق روحك وتحفظ. قلت له انا هواي احافظ، يعني انا بدي حاجيني هو شنو تحفظ لي في 10,000 بيت احفظ يعني؟ زين. قال لي انت لا تحفظ، ما مجبور، باللاوعي هذه القراءة مالتك تتحول الى. وهل كلامه كان صحيح؟ هذا كلامه، هو كلام الرجل منطقي، يعني صحيح انه انت كل ما تقرا مثلا وتتاثر وتعانق داخليا بلا وعيك يتحول هذا الى معاني كبيره. جميل، تقدر تستثمرها انت في شعرك. اي تقدر تستثمرها. هاي بعدين انا في مسيره حياتي يعني حفظت القران كله. طيب انت طبقت هاي الشيء اللي قال لك اياه الاستاذ؟ هو انا شنت هاي شغلتي، اقرا شعر، احب الشعر. طيب اول قصيده جذبت انتباه مهدي جناح، شدت انتباهك، حبيتها، تعلقت بها، لازم كل شاعر إلى قصيدة معينة تجذبه يكون بها في البدايات طبعا. صحيح صحيح. هذا احنا اذا تسمح لي كنا بال 64، يعني انا عمري 14 سنة هيجي 15 سنة هيجي، كان كل محرم يسوون بحسينية الصدر حفل حسيني، يعني تعزية مال محرم، تعزية بمحرم، تعزية. فكان يحضرون شعراء، منهم هو هذا الشاعر راضي مهدي السعيد يلقي قصيدة، ويحضر شاعر آخر يعني وشاعر، لكن اللي لفت انتباهي عبد الأنير الورد رحمة الله عليه. ليش؟ الدكتور عبد شاعر فصحى، شاعر مو اعتيادي يعني، تأثرت به؟ شاعر مذهل يعني، مو هالشكل يعني. فعانقت هاي القصيدة، يعني صور هو لقى قصيدة يعني أنا حفظت منها وظلت بذهني راس خلي حد الآن من 64 اللي كان بيت حفظته منها، يعني شاعر إلى ثقلة يعني الشكل. فبعدين اتضح لي إنه هذا إنسان إنسيكلوبيدي، يعني ثقافته عامة قوية كلش يعني. جميل. يعني وهذه نقدر نقول هذه القصيدة الأولى يعني اللي كانت شدت انتباه وأثرت بيها، يعني هاي في 14 أو 15 سنة الشكل. جميل. طيب اليوم أبو علي أنت أديب، لك وزنك وثقلك ما شاء الله. أنا طمعان من بشغلة أبو علي. نعم. أنا طمعان بشغلة. نعم تفضل. طمعان تنطينا فد قصيدة جديدة تكون حصرية جديدة ما طالعة، تلقي لنا ولو أبيات منها. والله هذه أكو عندي أبيات قصيدة رسالة حب إلى طوائف الإنسانية. جميل، عنوان لطيف. يعني هذه بعد ما احتدمت الخلافات والصراعات بين الناس بعد السقوط عندنا هنا كذا، وبالعالم يعني الخلافات والأمور بين المذاهب وبين الفلان فلان كذا فلان كذا، يعني أنا تأثرت، قلت ليش احنا ما نتصافح ونتسالم؟ ليش جميل. شنو يقول أبو علي؟ يعني فهاي هذه شارت هذه القصيدة هاي، وإن كانت مو طويلة هي لكنه أبعادها طويلة إن شاء الله. إن شاء الله. هذه تقول: تعالوا نعانق حلم السلام، تعالوا نعانق حلم السلام، ومن وحي آياته ننهل. تعالوا نشيد صرح الوئام،
وبعضا على بعضنا نقبل. تعالوا نلم شتات القلوب، فعيش بلا فرقة أجمل. الله. نقول لكل دعاة الشقاق، خذوا زيف دعواكم وارحلوا. انتوا اللي تدون تفرقونا، اخذوا هاي دعواكم وروحوا. تفضل. فنحن الأحق بهذا الثرى، لأن بصحرائه جدول. الله. فنحن الأحق بهذا الثرى، لأن بصحرائه جدول. وتمنحه العشق أنى تسير، خطانا وإن أسرفت تخجل. الله. سواء بنو آدم كلنا، ويشبه آخرنا الأول. الله. وكل له رأيه في الحياة، وكل له رأيه. له رأيه في الحياة، وأفضلنا كلنا الأنبل. الله. فموسى وعيسى ومن قبلهم جميعا لإسعادنا أرسلوا، وخاتمهم أحمد صدره جراح الخليقة يستقبل. الله. الله. يقول استقيموا وردوا الخلاف، ليوم قريب ولا تعجلوا. هنالك عند الصراط اللقاء، وحكم الإله هو الفيصل. الله. الله عليك. الله. أحسنت. أحسنت. بليغة، والرسالة مثل ما قلت معانيها جدا طويلة. هي رسالة إلى 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 أحسنت. للإنسانية يعني. جميل. نواصل. نواصل أبو علي، ناخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا. فاصل قصير، خلوكم ويانا. نواصل أبو علي حوارنا. شنو علاقتك بالبساتين؟ بساتين الكاظمية يعني معروفة، شقد بها بساتين. والله يا حبيبي، أني كثير من شعري كان بتأثير هاي البساتين، يعني مو لأنه جميلة، لا، أني مو شرط، يعني أني ممكن أن أكتب مطبخ، يعني مطبخ البيت يعني. صحيح. أن أكتب وقصائد رائعة يعني، لكن شنو البساتين يا أخي؟ والدي كان يضمن بساتين هو أصلاً. النخل والشجر كان يثيرني عانق جنت يعني من أنا صغير يعني، تعرف شلون؟ فبقيت هاي المتعة يعني الذاتية يعني في داخلي يعني أعيشها. فكانت في 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 الكاظمية هناك على المحيط عندنا بساتين، منها مثلاً بستان العبسلي. هاي بستان العبسلي سووها منتزه فترة يعني، لا شلون يعني، هاي قبل السقوط دا حاجي كان قبل السقوط يعني. فكنت ارتادها هادئة، وبيها فد علامات، بيها اشجار يعني رائعة، بيها شجرة عملاقة، شجرة النبق هاي نسميها احنا السدرة. سدرة. سدرة هاي تصير باخر البستان، سدرة غريبة عجيبة يعني ضخامتها يعني. فكنت اعانقها يعني، اروح امشي اعانقها وكتبت اكتب يمها يعني. جميل. فكانت تمنحني يعني احساسي انه هذه الارض ارض الكاظميه، وراجل تابع للكاظميه، وهاي اشجارها وهاي هوائها وكذا، كانت تحفزني ان اقول شيء يعني. جميل. فكتبت قصيده زينب هناك، كتبت قصيده بالحسين هناك، وكتبت قصيده في سجن ابو غريب، لما اتذكرت موقفي يم هاي السدره كتبتها من الشعر الحر يعني، إلى الكاظمية، إلى حبيبتي الكاظمية، وكتبتها. جميل. وقصيدة عمودي 60 بيت كتبت ما شاء الله في ذاك الوقت. أبو علي، بما أنك ذكرت الوالد، أول ما بلشت الكتابة بالشعر وخط المعترك الشعري، شلون كانت ردة فعله؟ هل كان يشجعك؟ متقبل الفكرة؟ ما متقبلها؟ والله هو حقيقة واحد من اللي حببولي الشعر يعني. حلو. بس مو كان يقول لي اكتب يعني وكذا، بس هو يحكي العبود غفله مثلا، عبود غفله انا قدسه، وهو من كان يحكي لي واني كنت عمري 15 14 سنه يعني، هو كان متابع للشعر والساحه الشعريه. انا قاري العبود غفله. جميل. تصور انت، انا رجل اجيت يعني غير المفروض اتعلم الشعبي اللفظه، قريته طبيعي، صدقني يعني انا مسؤول عن كلامي يعني، واجيت اشتريت قصاصه هيك من السوق، واحد يصيح امير الشعراء ما ادري شنو، اشتريتها منه ورحت للبيت اقرا بيها. فرحت يم ابو يدا اقول له يابا هذا هيجي، قال لي انت كان دا يتغدى عافي الاكل، قال لي بابا انت
أذيتني بهذا الكلام، ذكرتني بعبود غفلة. وهي كان كلامك أنت كاتبه؟ هو هذا، هو يعني يحب العبود غفلة كان، ويحب الشعراء ويحب الشعر كذا، ويستقبل الكلام رائع يعني، كان يعني يعني نطعني فالدفع هو بدون أن يعني مو دفع منهجي يعني، دفع عفوي هيك هالشكل بدون أن يشعر هو مثلا دفعني يعني. جميل. يعني قل يعني استعدنا الأستاذ كان إلى خلينا نقول توجيه بالشعر، الوالد كان إلى فضل بالتشجيع طبعا، وكان يحدثني عن أمير المؤمنين وهو حفزني خلاني يعني أعانق أمير المؤمنين يعني، وما أنطقني يا أخي إلا أمير المؤمنين. الله يعني صدقني يعني. صادق صادق يعني أنطقني يعني، هو سلام الله عليه سلام يعني الله. علاقتي به خلتني أتحفز للشعر يعني. جميل. طيب أبو علي يعني أنا يعني هو الشعر مولانا مو كسبي، هو صحيح. موهبة تأتي من الله يعني، أما أحسن. تعلم لا ما يتعلمه واحد. صحيح. طيب أبو علي راح أذكر لك بعض الأشياء أعطيني تعليقك عليها زين، أقول لك أنا فتشي أنت علق عليه. مكتبة الشريف المرتضى. الله، هذه كنت أنا أعتقد في الثاني المتوسط يعني أو الأول هيك هكذا، هذا قلت لك الشاعر اللي درسنا أستاذ راضي مهدي السعيد يقول لي أقرأ شعر بابا، أقرأ دواوين كذا. أني بذاك الوقت يعني ما أقدر أشتري دواوين مثلا الشريف الرضي المتنبي يعني، ما أقدر أجمع هاي الدواوين هاي لأنه الوضع ما يسمح ما يساعد يعني، فاضطريت أروح أدور مكتبات يعني، فرحت إلى مكتبة الشريف المرتضى رضوان الله عليه يعني، رحت لقيت ناس قاعدين هناك، مكتبة عامرة ورجل جليل بها علامة كبيرهم يعني، بعدين افتهمت هذا منه شنو، الشيخ حامد الواعظ يسموه عندنا كان بالكاظمية، كان يدرس طلبة ويدزهم للنجف يعني، وهو عبقري باللغة العربية، هو بلوى باللغة العربية يعني ما شاء الله. أنا ما أعرف هذا الشيء، هيك جيت عرضا، فطلبت من أمين المكتبة ديوان الشريف الرضي، هذا ظل يتأملني يعني، شاف عمري هذا مو مال واحد يجي يطلب ديوان الشريف الرضي مبكر يعني على هاي الموضوع يعني إيه، فقال لي شو يعني شو تسوي، قلت له شنو شو تسوي أقرأ يعني، قلت له أنا أحب الأدب وكذا، فمن قال للشيخ قال له بابا الطيب أنت شو مدري كسر هذا شو مدري يعني شو الطيب، جاب لي هو جزئين مال الشريف الرضي وبديت أطالع أقرأ، فبدأت العلاقة منا. فش قال لي هذا الشيخ يعني شاف عندي في القابلية، قال لي أنت ليش ما تقرأ العربية، الصور بذاك الوقت ابن عقيل يقرأوه بالجامعة شرح ابن عقيل، احنا عندنا ابن عقيل هذا الكتاب كتاب النحو العربي، فبدأوا يدرسوني ابن عقيل ذاك الوقت يعني، أنا بديت أدرس يمهم إلى أن درست يعني إلى مرحلة معينة، وبنفس الوقت أكو الحلقات القرآن كان الشيخ حسون شيخ يوسف معروف مقرئ بالكاظمية كبير يعني يسوي حلقات، قال لي ليش ما تجي يمنا تستفيد. شلون كانت علاقتك بالشيخ هذا يا أي شيخ منهم؟ الشيخ حسون. الشيخ حسون هذا أستاذ القرآن هذا، ها هو اللي يعني إلى الفضل في ويعلمنا هذا شنو يعني الإدغام والإخفاء هاي المصطلحات القرآن يعني، والمد ومدري شنو الشغلات كلها أتقنتها يعني، وياه هو صوتي عجبه يعني اللي لفت انتباهه. جميل. فشجعني وشلب أن يلتقي يوميا بهاي الحلقة هاي أقعد يومهم تلاقي شو، فهيش هذه المسألة هي الشكل. بقى هذا الشيخ الآخر الأول الشيخ حامد الواعظي هو اللي يدرس هناك، بدأ يشجعني على كتابة الشعر بشكل، قلت له مسمعت بعض الأبيات، فهو التفت يعني، فاجتمعت يعني واحد يشجع على الشعر واحد يشجع على القرآن. صدقني هاي الحقيقة هاي يعني. صادق. فقال لي زين احنا راح تجينا مناسبة الغدير يعني الأمير المؤمنين يعني، حاول تكتب انت بها، حاول تكتب يعني كقصيدة سميها رسمية زين، فأني رحت تقبيت أني أحب أمير المؤمنين بشكل يعني عليه. واصطرعت مع نفسي كتبت وألقيتها. تتذكر من هالشيء؟ كان حفل كان بالحفل يعني سماعات وهاي. جميل. وصعدت ألقيتها. هاي كانت أول إلقاء لك عام؟ أول مرة ألقي وأكتب
قصيدة يعني مو أبيات. تستذكر منها شيء؟ القصيدة تدري من سفروهم يعني سفروهم الإيران في ذاك الوقت يعني في السبعينات أخذوا شعري وياهم يعني هو وأولاده يعني فما عندي القصيدة لكن أتذكر يمكن بيت بيتين أتذكر سمعنا الشعر الجاهلي من كنا نقرأ إحنا شعراء العرب كانوا يبدون بالغزل وبعدين يربطون بالقضية اللي يردوها يعني فأنا بدأتها غزل للقصيدة أصبحت مجروحا بطعنة قاتلي وأبيت ليلي في جون وتأملي يا من لها خال كنقطة عنبر مهلا لقد جرح الفؤاد تمهلي لا تجحدي عهدي كما جحد العدا عهد النبي بيوم خم في علي. الله وهذا الربط الله الله يعني هي شغلات هالشكل كانت يعني إذا يعني. هذه البداية ما شاء الله هاي بدايات شعري يعني هاي عمر 16 سنة كان راح أحكيك يعني أو 15 دا أعبر ل 16 هيك يعني. طيب أحد بعد هذا يعني الإلقاء الأول لقيت يعني الجماعة مثلا يشجعوك حابين طبعا يعني أول قصيدة طبعا هذا نفس الشيخ هذا شنو كانت ردة فعلهم؟ الشيخ هذا ردة فعل عنده كبيرة قال لي أنت بعد ما لك حق تضبط العربية لأن الشاعر بلا عربية ما يصير طبعا بذات الفصحى يعني تضبط العربية وتقرأ المدري شنو وتقرأ قولوا يا التصريف تصريف الأفعال وتقرأ بحور الشعر بحور الشعر وهاي كلها أني ما قرأتها عدل بس النحو اللغة العربية بقيت على أني يعني ذوقي الخاص. طيب هذه المناسبة انطتك دافع يوم ألقيت وشفت التفاعل طبعاً الطيب طبعا تحفزيت وبدأت أكتب أكثر يعني لكن المشكلة هاي الأمور كلها احنا كنا انا وام نعيش يعني في مكان يوميا متحولين بغرفه ناجر بيت يعني ما عندنا مركز مثلا ثابت فضاعت يعني هاي الاشياء يعني راح ليش يعني. ضاعت شنو اللي ضيعها يعني من جملتها مثلا اكو كلام بالحسين وكذا كنا نخاف ليقحمون بيوتنا ويفتشونا وكذا هواي قصائد راحت من هذا العالم هذا شلون يعني هواي امور انا عندي هاي راحت منها بهالمساله هاي يعني. بالنسبة للقرآن تذكرت أبو علي أنك أنت بالقرآن أجدته وقريته حافظ للقرآن؟ أنا حفظت القرآن هذا شو وقت كان؟ وين ختمته حفظته؟ وين كملته؟ بسجن أبو غريب هي بسجن لأن سجن أبو غريب ممنوع لأن بالمغلق كنا يعني سجناء سياسيين سمونه يعني هم سمونه هالشكل يعني أنا مو سياسيين يعني بس هم سمونه لأنه قالوا انتم شلون تردون تطلعون خارج العراق وانتم جيش انت جندي تعال شلون تريد تطلع خارج العراق اذا انت ضد العراق يعني فحسبوه هالشكل وحفظت القران بالسجن زين شلون انت حافظ سوره مثلا المائده تحفظني انا حافظ سوره قاف احفظك هذاك احنا 40 واحد يعني كل سجين يحفظ الثاني السوره اللي هو احنا 40 واحد بالغرفه واحد يحفظ الله واحد يحفظ الله لا شلون وبغير غرفة هم ما من ينقلوك بغير غرفة شكد أخذ منك وقت هم تلقنا يا أخي مثل ما أحكي وياك يعني أحفظ رأسا يعني وقت قصير الله. جدا يعني يعني تتصور أنا سورة البقرة أحفظتها مثل ما تحفظ قل والله أحد أنا مسؤول عن كلامي يعني ما شاء الله صادق وبيها كل آية يعني آياتها طوال سورة البقرة صعبة يعني يقيسوها يا يعني أكثر آيات بالقرآن هي من باقي السور السور يعني. أطول سورة لكن شنو بفضل الله مو تدري شنو هناك يصير تحفز ويصير يعني توحد يعني الإنسان ماكو يعني يجيب نفسه ويخليها أمام الواقع يعني ويخاطب نفسه إنه لازم تكون هي شيء يعني وهاي فرصة وماكو غير القرآن هناك يعني ماكو ما عندنا لا جرايد ولا ممنوع كل شيء لا قلم ولا ورقة تدخل إليه حتى القرآن أبد أنا كاتب 60 بيت هناك بهاي الظلمة 60 بيت بدون ورقة وقلم جميل. شلون القاعد يمي منا ومنا جماعة حفظهم يحفظون وأنا أحفظ ومن طلعنا بالمواجهة سمحوا بالورقة والقلم وقراءة جميل. وكتب سمحوا وطلعونا مواجهة ذكريات جميلة صراحة فنقلتها للورقة وهسه بالديوان مالي موجودة الله. بالجزء الأول إنش. إلى الكاظمية الجريحة إلى الحلم إنش. المستحيل راح نرجع عنها إن شاء الله عندنا فقرة بالبرنامج أبو علي اسمها صندقشة
بلي. هاي الفقرة عندنا صندوق فريق الإعداد مجهز لنا بيه أشياء معينة أنا ما أعرفها صراحة. إنزين بعد الفاصل نأخذ فقرة الصندخشة. ماشي؟ على راح. فاصل قصير وراجعين، خليكم ويانا. حياك ويانا أبو علي في فقرة صندخشة اللي حكينا عنها. حياك الله. طبعاً في هاي الفقرة أبو علي فريق الإعداد مجهز لنا أشياء بهذا الصندوق، إن شاء الله ما فيها أشياء تخوف. تفضل ما عليك أمر، نفتح نشوف شنو مجهزين لنا. حياك تفضل. افتحت مين يفتحوه؟ أيوة من هنا. تفضل. لوحة نفتحها ونشوف. الله، هذه في السيدة زينب سلام الله عليها. شوف الكاميرا بس صورة يعني. اي شوف الكاميرا. هذه من باسم. هذه الصورة انا وحجي باسم في فندق السفير فوق، يعني فندق السفير يطل على ضريح السيدة، يعني على صحن السيدة. شنو وين توديك هذه الصورة؟ يعني ترجعني إلى ذكريات كنا أنا وملا باسم كثيرين اللقاء بهذا بهاي السنين هذه. يعني بهاي الحقبة هاي، يعني نلتقي بالفندق هذا ونلتقي بالشقة مالته هو، يعني وعندنا مثلا شعر أعده أنا يريد يقرأه، يعني أقرأ الهياه هناك يعني، وهو يقرأ الهياه بالطريقة تراجعونها وتراجعون الكلام والأطوار. وهذا الرجل يعني الحقيقة أنا كتبت به قصيدة، يعني وجه له تحية أبو علي، يعني أوجه له كل التحية. رجل كبير ورائع، يعني مو لأنه باسم اسم يعني، لا لأنه أنا عشت وياه، يعني عشت وياه حتى يعني يعني كنا ننام واحد قريب من الآخر يعني. فإنسان رائع جدا وراقي وعظيم يا أخي. الله يحفظك. لأنه ما الواحد يسوي 4000 و5000 طريقة، إيش قد عمره هو شلون يعني كذا. الله ينطي الصحة والعافية وديما إن شاء الله. فهاي كانت يعني أنا قلت كلام يعني معاجز الحسين كثيرة، واحدة منها باسم الكربلائي. الله. أنا هذا رأيي يعني، لأنه ما 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 تصير يعني صحيح. يعني على ما يقدمه ما يسكت سنة كاملة. الله. ويؤدي بهذه القوة وبهذا العنف وبهذا وبهذا الدقة، يعني يؤدي ويقدم، يعني هذه إلا معجزة يعني، من كرامة يعني، كرامة يعني ونعمة، نعمة لنا كلنا بعد. يعني أنا قلت له ولدتك أمك باكيا، لاشون في مهده، ولدتك أمك باكيا في مهده، وحسين جرحك باسما سماك. الله. أنت أمك جابتك تبكي لكن الحسين سماك باسم. الله. جميل. شلون يعني؟ جميل. هذه. فهذه. لها التحية أبو علي ونشوف الباقي عنك. تفضل. أكو بعد محاضرين لنا. الله. هذا ابني علي كان صغير السن، هذا هسه الان هو خريج اعلام بكالوريوس وبالسويد يعني. نوجه له التحيه. وللعلم يكتب شعر هو رائع. جميل. يعني رائع ايضا يعني، ايضا فصيح. ايه فصيح واعلامي جيد. جميل. يعني هو هالشكل هذا. هاي حقبه، هاي التسعينات. حقبه هذه التسعينات. هذه شلونها كانت وياك؟ سنة 91. شلونها كانت الحقبة هاي وياك؟ لا العفو، سنة 93، هو مواليد 93. حقبة يعني حلوة. حلوة يعني هاي التسعينات تحسها من الفترات الجميلة. بس كانت معاناتها كبيرة، يعني معاناة العمل مالتي مثلا يعني، لأن احنا فترة من السنين يعني فترة يعني رحنا قعدنا بالديوانية القادسية. هاي طبعا هالفترة كنت بالعراق انت مو؟ ايه هو بالعراق هاي 93 يعني. انا بال 96 طلعت.
فكنت اجي لبغداد اعمل وارجع الى القادسيه، يعني هاي فد مسافه تكلفني كانت، يعني اجي هنا اعمل وعائلتي هناك وارد ارجع، يعني هالشكل. الله ينطيك الصحة والعافية. بس هي كانت يعني حقبة هذا مجيئة كله خير هو إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله وربي يبلغك فيهم كلهم إن شاء الله. عندنا بعد ولد مطيع وجدا حباب يعني. الله يحفظه، نوجه له التحية علاوي. عندنا بعد تفضل. الله هذه لمحت هالصورة. هذه بال 68 بالستينات يعني سنة 68 لما يعني كان والدي في البستان، يعني رامن هناك بستان، وأني كنت يعني بذاك الوقت يعني عمري هذا. نشوف بس الكاميرا الصورة. هاي بال 68 أبو علي مهدي جناح الكاظمي سنة 68. شلون كانت هذه الفترة؟ فترة تسميها جميلة رائعة يعني. يعني هذه الفترة كانت يعني مريحة؟ مريحة، لكنه وضع العام يعني الوضع العام للبلد ما كان، لكن أفضل من ما بعده يعني. أفضل من ما بعده. إيه يعني فترة الستينات تحسها هي الفترة اللي كانت مريحة هادئة. مريحة إيه لحد السبعينات. حتى هدوء. السبعينات إلى الثمانين إلى التسعة وسبعين هي الحياة الأمر. بدأت يعني تغيب عن الواقع تدريجيا يعني تريد تتفقدها للحياة، تريد توجدها يعني تلقاها في مواطن قليلة جدا من الحياة يعني. الله يطول بعمرك وإن شاء الله وتعيش حقاب وحقاب، وإن شاء الله هم نستضيفك وتحكي لنا بعد ذكريات أكثر وأكثر يا أبو علي. أشكركم جدا حبيبي على هذه المفاجآت الجميلة. الله يحفظك. الله يخليك. نرجع نكمل حوارنا. ماشي تفضل يا أبو علي. أبو علي كنا نحكي عن القرآن وشلون حفظته بالسجن. الإضافة شنو اللي تحسها الإضافة الفعلية اللي أضافها حفظ القرآن وتجويد القرآن كإضافة شعرية لمهدي جناح؟ حبيبي القرآن يعني أفضل كتاب هو، يعني مو لأنه اسم القرآن يعني وإحنا نقول لا هو أفضل، واقعا هو أفضل يعني كما رأى النقاد والعلماء والواصلين يعني وشافوا العظمة البي وكذا، وقال محمد طرحه والمسائل اللي تخص القرآن يعني سلام الله عليهم. فالقرآن هو منهج المتطلع للأدب وللشعر وللكتابة، هو المنهج الأساسي. ليش؟ لأنه يمنحك دفق إيماني نفسي عالي قوي، يعني يحفزك. مو الإيمان قوة؟ صحيح. فيمنحك قوة عالية من الإيمان تحفزك على أن تلتقط الصور اللي يعني تقريبا شبه غائمة أو ما موجودة، أنت تجيبها يعني تبحث عنها. لا شلون؟ بواسطة هالدفق القرآني هذا توصل لها يعني. فتصور يعني ما مطروحة يعني مثلا، مو هالقد مطروحة، فأنت تبحث عنها يعني لأن عندك فد معاني كبيرة تريد تجيبها لمفرداتك يعني. هذا أثناء كتاباتك الشعرية حسيت بهذا الإيمان وهذه القوة اللي اكتسبتها من حفظك للقرآن؟ حسيت أنا ما أفكر بالقرآن يعني وأجيب طبعا لا بس كبلاغة هي باللاوعي لأن أنا حافظ يعني حافظ القرآن، فتجي يعني هاي المسائل فمبينة وهم يساعدك بالصور البلاغية. أخي نقاد عليهم العمل يعني موجودين نقاد معروفين بالبلد يقولون أنت لغتك قرآنية، هذا شعرك قرآني. هذا واحد أحد الرواديد يقول لي طلع القرآن مالك وين ضام البديري قحطاني البديري، هذا الرجل يعني رادود رائع يعني ومن عشاق شعري، يقول لي القرآن مالك طلع هيك يقول لي يعني الله. أنا هذا الأصفن أقول له أخر يعني قصدي التأثر بالقرآن واضح على شعري. جميل التأثر بالقرآن. وحتى ملا باسم الله يحفظه يعني أشار إلى هاي المسألة، قال لي هذا أطرحك يعني قرآني هذا يعني الله يحفظه يعني ملا باسم ترى ذكي جدا وملتقط نعم منا أبو علي ويندل المعاني يعني طبعا فيقول لي هذا شعرك قرآني هذا يعني. أبو علي أنت في فترة من الفترات سافرت لمصر، شنو كان سبب هاي السفرة؟
تذكرتها يعني بس بال 76 هذه يعني راح سافرنا الى مصر يعني، وكان قصدنا انه ما نرجع نطلع منك نروح نعيش بغير عالم كهجره، هي نروح نطلع يعني من مصر نروح لفرنسا نروح، بس ما رحمت يعني انا رجعت. اللي وياك راحوا وواصلوا الوياية بقى بمصر، هو يعني راح بقى انت رجع. ليش ما كملت يعني ما توفقت مثلا؟ ما قدرت اكمل هناك لانه لازم اتزوج هناك، ها لانه ما اقدر يعني هناك اتزوج يعني انا ما اقتنع يعني بهاي الحاله. فالمهم يعني والدتي هناهم كانت تئن علي وكذا للرجوع، فرجعت يعني بال76. التقيت بابو العينين الشعيشه، اي بعد هذا المقرئ العملاق يعني. اي بعد شنو ذكرياتك اللي في مصر صارت؟ هي طولت الفتره هناك؟ رحنا للاهرامات واخذونا صور بالاهرامات يعني. الله، موجوده الصور؟ مو كلها موجوده، بس وين لسه ما ادري صارت. ما ادري يعني ما صارت. فالحاصل يعني بهالامور هي ايش قد اخذت وقت منك هاي السفره؟ يعني ايش قد بقيتوا في مصر يعني تقريبا؟ تقريبا يعني اكثر من شهر. اكثر من شهر يعني على امل انه ما نرجع يعني. بس يعني صارت موضوع الزواج انك لازم تتزوج هناك اي ما صار يعني يعني هناك حتى اشترينا جبه. شو يعني كان الزام انك لازم تتزوج واحده مصريه مثلا؟ لا مو الزام، مو الزام، مو هي الحياه لازم الانسان يتزوج لازم. صحيح اذا ابقى هناك لازم. بس ابو علي هي كلها شهر يعني؟ لا لازم حياتي. لا مو يريدك تبقى هناك، هاي لازم حياتي هناك تصير يعني. الوياية طرح علي قال لي لازم هنا نتزوج قومونا بغيتي، أنا ما صرف لي الموضوع رجع. جميل. طيب أبو علي شنو يستحضرك من الشعر تعطينا اليوم؟ هذا موجود ويانا مكسب، نستثمر هذه الفرصة نسمع منك شيء بعد. يعني شنو تحب مثلا؟ اللي أنت تحس يعني يوديك هاي الجو وإحنا بهالأجواء قاعدين وبهالحوار تتكرم علينا بأي شيء. أستاذي أكو شو اسمه؟ أكو قصيدة بالعراق أنا كتبتها في من لما كنت مهاجر إلى سوريا، وأنا بسوريا يعني طلعت من أنا بال 2006 رجعت بال 2012 من سوريا. هاي شلون يعني؟ فدزيت رسالة للعراق من هناك، فهذا جزء من هاي الرسالة أنا جايبة وياي. رسالة من مهجر عراقي إلى بلده العراق. لست أرثيك موطن الأنبياء، طبعا من كانت المآسي هي يعني والقتل بالشوارع وعلى هويات ذاك الوقت كان هيك يعني بال 2006. لست أرثيك موطن الأنبياء، إنما العشق قادني للبكاء. أنت من عهد آدم إن تسلني خصك الله مسجدا للدماء. يرتديك الزمان أثواب حزن ليس تبلى بنازلات البلاء، فدماء الحسين في كل عصر شامخات حتى على الكبرياء. باعث الشعر لم تزل والقوافي مثلما كنت باعث الشعراء، وسحاب العلوم منك تدلى ونمت فيك دوحة العلماء. وابن حيان شاهد ودليل وعليه يقوم صدق الدعاء. الله، يعني جابر بن حيان هذا عالم الكيمياء يعني، يعني العلماء منك والعلم منك. أنت حاشاك أن تذل وتفنى، صاغك الله موطنا للبقاء. هذه هاي جديدة ولا قصيدة قديمة؟ 40 بيت أو 50. جديدة ولا قديمة؟ لا مو جديدة، هاي موجودة بديواني يعني جزء من هذا. فهذا فالجزء من جميل. واكو جميل. اكو شعر خارج نطاق هاي الامور كلها يعني، هو يعني انسانه معينه، انسانه انا خاطبتها يعني. هذه حقيقه والله؟ لا هي مو حقيقه، لانه واحد طلب مني هاي الحاله خلاني اخاطب انسانه. يلا هو. أثرت بين الفضول وطلب مني شنو يعني؟ قال لي واحد إجا رجل بدوي للمدينة وتاه بالمدينة، المدينة ما احترمته يعني، وين يريد يعني يلتجئ ما إلى
ماكو ناس تستقبله يعني ما حبوه يعني ما اتفقوا وياه. فش هذا شو يقولها يعني شو يقولها للمدينة؟ خلوني احكي بمكانه. تلاحظ شلون يعني؟ شو يقول؟ وفعلا سووها لقوها كمسرحية ولقوا الكلام يعني. حلو، شنو تقول تتذكر منها شيء؟ اتذكر منها هذا. انا ادري هو يحاكي المدينة يعني. يقولها انا ادري لماذا تهجريني. واعرف سر اعراض العيون. واقسم لو قضيت العمر ابكي على لقياك فاحترقت جفوني. ولو ملأ الفضاء صدى صراخي على ان تسمعي لن تسمعيني. الله، اخذوها يعني قصيده بعد ما صارت مسرحيات سووها يعني هذا طلبهم الخاص بالثمانينات. هاي بالثمانينات طلبت ورأسا كتبتها وقاعد يعني. جميل، لك تجارب ثانيه هيك من هاي النسق يعني مسرحيات اعمال ترجمت كمسرحيات لك؟ لا مو كمسرحيه او كذا، لا بس انا كاتب هيك، كاتب ايضا يعني في مجالات يعني. انا مع تخاطبي جابوا لي لوحه امراه يعني لوحه، فقال له شو تقول انت بهاي؟ قلت له انا ما اكتب لوحات، انا اتامل بداخلي واصنع لوحات واكتب. قال ارجوك اكتب عليها هاي. عن اللوحه؟ هي فد لوحه مو لانه امراه، لان التصوير يعني شلون شو اسميه راقي يعني جميل. تتذكر منها شيء هذه؟ وش اسمه انساني يعني. علميني كيف امتص جراحي، علميني. جميل. ودعيني للليالي السود احياها، دعيني. شلون؟ واذا عدت وفي قلبي انات طعيني، ودمي يحرقه الشوق للقياك فلا تنتظريني. الله، لانه هي كانت اللوحه اسمها انتظار هيك يعني. يعني جميل، تصوير جدا حلو. فكان هالشكل هذا الكلام يعني. جميل. طيب ابو علي، انت سبق وذكرت موضوع الكتاب انك تكتب بالمطبخ، يعني مو يعني البستان ما كان الى فد مثلا هدوء خاص والله شيء، بس هل فعلا انت تكتب باي مكان حتى بالضوضاء؟ تدري شلون استاذي؟ يعني انا احيانا مثلا في بيتي اولاد بناتي مثلا يعني صغار وهوسة ويجون وكذا، ما التفت، ما يعني شيء عادي، مو يعني انا مرتاح يعني، المفروض هم بدون هاي، لكنه لما الامر يعني لازم هذول موجودين واني لازم نفسك. اكتب واكتب بدقه يعني. جميل، وبروعه يعني. يعني مثل ما نقول بلهجتنا نفصل، نفصل يعني عن الوضع المحيط. ما اعرف هاي شنو الحاله هذه يعني، اكتب بدقه وقصائد رائعه انا كاتبها يعني بهاي الفوضى يعني. اللي مو شرط حبيبي، انا حسب تجربتي اني مو شرط الانسان اللي يقعد ببستان او على نهر او امام شجر يلا يكتب، لا مو شرط. انا مو شرط يعني، اين انا القضيه تعيش بداخلي يعني، يعني الاشياء هي بداخل البساتين والقضايا كلها موجوده بداخلي، فمن اريد اكتب افرزها اخليها تطلع تظهر. جميل، وعانقها واكتب يعني عادي. طيب في اي مكان. طيب ابو علي، انت بطبيعتك هادئ لو عصبي؟ والله على الاكثر يعني انا مو انفعالي يعني، بس احيانا يمكن مثلا تعرف احنا اخوه مو معصومين يعني، احيانا يعني مو اكون على المستوى المطلوب احيانا يعني، يعني على مستوى ما اريد اني يعني، مثلا مرات انفعل قليلا يعني واستثني اعتذر راسا يعني. طيب شرب الشاي هواي لو شويه؟ والله الشاي ارتاح له يعني، لانه العلاقه بالسيجاره. ها يعني هذا يكمل هذه، لان العلاقه بالسيجاره فعادي يعني. طيب اليوم ابو علي، يعني انت مريت بتجارب صعبه منذ الطفوله، من تنقلات ومن هجره ومن سجن ومن سفر وعوده. اليوم مهدي جناح اليوم من شنو يخاف؟ من اخطائي. شلون انا اخاف من اخطائي يعني؟ يعني يعني من اكون في تصرف معين ما أرضيت الحسين مثلا يعني، أو ما أرضيت الله سبحانه وتعالى، هذا اللي يخيفني يعني. يعني سواء في تأخري عن صلاة، في كلام زايد، في مثلا في تجاوز على أحد في كلمة
يعني هذا أخاف منها هذه المسألة. بعد في الحياة؟ يعني على صعيد الحياة طيب، من شنو يخاف مهدي جناح اليوم؟ يعني العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى والأئمة هذه خالصة؟ لا هو مو إحنا أستاذي، إحنا مو يعني المتقين الكذا طبعاً العلماء طبعاً. مو إحنا ناس معرضين للأخطاء. بس هذا الخوف واجب، أنا أحكي عن الخوف اللي الإنسان يحسه بالحياة، مو الخوف الواجب ولا الخوف القدسي. والله أخاف ليكون يعني يصير في البلد اللي أعيش به فوضى، وهاي الفوضى مثلا تجرف الناس إلى مآسي جديدة. يعني هذا تخيف. خوفك على العراق يعني؟ يتخيفني يعني طبعا. يعني عزيزة عليك العراق؟ طبعا العراق كياني كله، يعني العراق عظيم، عراقنا يعني هو احنا نشأنا منه يا أخي، وهو أعطانا كل شيء إن شاء الله. الله يحفظ. وأنا من هنا أنحنيل للعراق حتى الموت يعني. جميل. طيب أبو علي، إضافة مميزة اليوم كنت ببرنامجنا، قبل ما نختم حابين نسمع منك كلمات تليق بختام هذه الحلقة، شنو تختار؟ والله هناك كلمات في أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله عليه، وهناك كلمات في الحسين سلام الله عليهم. كلمات اللي بالحسين رائعة يعني. انت وين تروح؟ احنا وياك. فتحبون اتكلم فد شيء قليل هنا فد كم بيت يعني، وهنا كم بيت. يلا عندك كنيش احسن عندك. هسه اقول في امير المؤمنين سلام الله عليه، تفضل. يا هامة العرش، يا من للعلا سبب، من حضرة الله كيف السيف يقترب. يعني هو قتل هاي بالمحراب مال الحجي سلام الله عليه. سلام الله عليه. يا هامة العرش، يا من للعلا سبب، من حضرة الله كيف السيف يقترب. من أين للطين أن يرقى إليك وقد تهيبت قبله الأقمار والشهب، وأنت ما زلت والآيات حائرة، وأنت ما زلت والآيات حائرة، بكنه ذاتك منك النور تكتسب، وأنت ما زلت والأفلاك دائرة، قطب الوجود وفيك الله محتجب. الله، الله. هذه في أمير المؤمنين سلام الله عليه. وشوية بالحسين يعني سلام الله سلام عليه. سلام الله عليه طبعا. مو هالشكل؟ أكيد. زين هسه ما قيمتي إن لم أكن لك ما قيمتي إن لم أكن لك خادما، وأكون في الدارين تحت لواك. أنت الحسين، أنت الحسين، وكل من فوق الثرى أعماله مرهونة برضاك. ولدتك أم المجد فاطمة العلا، والمصطفى من روحه غذاك. لله سر فيك لا يرقى له إلا الذي في حجره رباك. هذا هو القرآن نحرك بيته، وهو الذي فوق الرماح تلاكا. شو شونسه؟ فوحق خيمة زينب وكفيلها ما قام دين محمد لولاكا. زين أعطيت نفسا كل نفس دونها، والله كل كنوزه أعطاك. سبحته والسهم يفتك بالحشا، فحمدته وحمدته فسمعته حياك. ورأيت في عين البصيرة وجهه، ومقطعا فوق الرمال رآك. وبكيت حين ذكرت غربة زينب، وضحكت حين توزعت أعضاك. وولاك إكسير الخلود وجدته، فعجبت كيف يموت من ولاك. هذا جزء من القصيدة. أحسنت. القصيدة أحسنت. 50 قصيدة أو عظيمة. من قصيدة بيت. عظيمة. وأنتوا سامعيها أعتقد. طبعا يعني. طبعا أحسنت يا أبو علي، إضافة أكثر من مميزة اليوم في برنامجنا، وشرفتنا وشرفت كل طاقم الإعداد. إحنا سعداء جدا باستضافتك اليوم. وأنا أسعد ومتشرف بكم، وبوركتم على جهودكم الكبيرة المعطاءة. الله يحفظك. وعلى يعني ما قدمتموه من خدمة للإنسانية وللدين يعني. إن شاء الله نكون دوم عند حسن الظن. ولآل محمد. إن شاء الله. وهذه إن شاء الله يعني في سجل أعمالكم إن شاء الله جميعا. إن شاء الله. أنت وجميع العاملين معكم يعني. الله يحفظك. من الكادر المخرج وغيرهم يعني، الله يبارك بيهم جميعا ويبارك بيكم. الله يخليك.
ومشكورون جميعا ومشكورة قناة الفرات. الله يحفظك يا أبو علي. أحسنت أحسنت. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة الجميلة، على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم سالمين.